بعدما قدمه في أربيل والسليمانية، حط جهد الإغاثة لدولة الكويت الرحال في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، وتحديدا قضاء عقره الذي يحتضن هو الآخر آلاف العوائل النازحة، حيث تم توزيع ما يقرب من 3000 سلة غذائية على الأسر النازحة في مخيم ماميليان. هذه الالتفاتة الإنسانية غطت كافة الأسر النازحة هناك، وتأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بالاستجابة السريعة لحاجة النازحين. نقدم اليوم 3000 وجبة غذائية. طبعا هذا الأمر يأتي كما نؤكد دائما بوفق توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو لتقديم المساعدة العاجلة للإخوة النازحين، ومحاولة منا في القنصلية العامة للكويت للوصول لأكبر شريحة ممكنة منهم. الحكومة المحلية لقضاء عقرة أشادت بالدور الكبير الذي يقوم به الجهد الإغاثي لدولة الكويت في التخفيف عن كاهل النازحين. نشكر دولة الكويت على المساعدات التي قدمتها اليوم إلى اللاجئين والنازحين في قضاء عقرة بحدود 3000 حصة، لكل عائلة حصة واحدة من الأرزاق يتم توزيعها على مخيم ماميليان في عقرة. وأينما حلت يد الخير الكويتية بعطائها فإنها محطة تقدير واحترام من قبل النازحين. نشكر أمير دولة الكويت وحكومة الكويت على ما بذلوه وعلى كرمهم بمساعدة إخوانهم النازحين. وتبلغ حصة محافظة دهوك لوحدها 21 مخيما من مخيمات النزوح التي تنتشر في أغلب محافظات إقليم كردستان. بخطى إنسانية لا زالت يد الخير الكويتية تمضي نحو شمول أكبر عدد من النازحين بالحملات الإغاثية التي أمر بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من قضاء عقرة بكردستان العراق. عاصم الحمداني، تلفزيون دولة الكويت.